فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند استشهادي ببعض الآيات أقول: قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أقرأ تلك الآيات، فهل في ذلك شيء لأني قلت قال الله أعوذ بالله؟ لا، ما تقصد أعوذ بالله إنها من قول الله، إنما هي من قولك أنت، فلا بأس بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.